من النهارده مفيش اشغال. مفيش اشغال يا ابني، انت مش اتاخرت على شغلك كده يا ستي؟ شغل ايه؟ بقولك من النهارده مفيش اشغال، مفيش شغل خالص، خلاص بح بح. نعم اؤمر. ايه يا حبيبتي، انت شغلي الشاغل من هنا ورايح، لازم اقعد جنبك طول الوقت عشان خاطر اراعي مصالحك وراعي فلوسك وراعيك انت شخصيا. ايوه بس انت ما بتفهمش في الحاجات دي يا بنتي. هي الحاجات دي محتاجه مفهوميه. البيضه الذهب عايزه ايه غير ان احنا نرقد عليها ونستنى لغايه ما تفقس ونجيب ونحصل ونعيش كده يعني؟ يا ولا ده ايه السلاسه اللي انت فيها دي؟ الموضوع مش بسهوله زي ادهم على فكره، دي ثروه كبيره ادارتها ومسؤوليتها محتاجين تركيز، مش حاجه سهله خالص عشان تبقى عارف. نعم كده عيش كويس. انت خالص انا كلمت فائق غايب المحامي، هيبقى في ظهرنا على طول. هو هيفضل في ظهرنا بصفته ايه يعني؟ لا اللي انت ما تعرفوش ان انا قلت له يعني ان هو هيبقى المحامي بتاعنا بس. يخرب بيتك يا ادهم، انا ما برتاحلوش. انا مش فاهم انت ما بترتاحلوش ليه. الله، ده راجل وش السعد علينا، جاب لنا ثروه ما كناش نحلم بيها. ايه بقى؟ وعموما انا مش هزعل، احنا نفهم منه بس الدنيا دي ماشيه ازاي، وبعد كده في اول محطه نشوطه. هو فكر برضه، انا محتاجه فعلا حد بخبرته ودماغه الفتره اللي جايه. بس ينفع كده كميه الناس اللي احنا بنشوطها ولسه هنشوطها بسبب الثروه دي؟ نشوط يا اختي، ما نشوط، ايه المشكله؟ الله، اي حد يجي على حقك لازم نشوطه طبعا. انت بتتكلمي في ايه؟ ولعلمك بقى كل اللي انت شطيهم دول زمانهم دلوقتي غيرانين منك وبيحسدوك على النعمه اللي انت فيها. سيبك بقى وكلي كلي، كبري دماغك يلا عشان تلحقي تجهزي عشان نروح للدكتور ميعاده النهارده. وانا انسى مجنون؟ ده اهم ميعاد في حياتي.